بدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بتوجهه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. هذا ومن المقرر أن يتم تصعيد ضيوف الرحمن غدا السبت الموافق 9 من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات الكافة الأمنية والصحية والخدمية. ومن جانبها فرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحجيج وتيسير تفويجهم وتنقلاتهم في مناطق المشاعر وفق التوقيتات المحددة. لك الملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك.